السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن تشقق اللسان وأسبابه وعلاجه. وتشقق اللسان هي حالة حميدة بتؤثر على السطح العلوي وجوانب اللسان، بتظهر على شكل ثقوب أو شروخ صغيرة على سطح اللسان، وبيعاني الكثير من الأشخاص من تشقق اللسان، وهو بيرتبط وجوده مع وجود أمراض كتيرة، وهو حالة حميدة بتؤثر على السطح العلوي وجوانب اللسان. هنتكلم النهاردة عن ايه هي الأسباب اللي بتؤدي للتشقق ده، وهنعرفها مع بعض. أول سبب متلازمة داون، وهي أهم الأسباب اللي بسببها بيكون اللسان بيحدث فيه تشققات كتيرة نتيجة الاختلال في الكروموسومات. تاني سبب التعرض للالتهابات أو عند تناول الأطعمة الحارة أو اللي بتحتوي على توابل مرتفعة. وفي سبب ممكن يكون من أسباب تشقق اللسان اللي هي العيوب الخلقية أثناء الولادة. وفي سبب تاني ممكن يكون تشقق اللسان بسبب عدوى فيروسية أو فطرية أو الجرثومية، ومنها فطريات زي الكانديدا اللي بتظهر بشكل أكتر عند المصابين بمرض السكر. وفي سبب تاني ممكن يكون نقص البيوتين، وهو بيعتبر أحد الفيتامينات الهامة في الجسم، وممكن يكون بسبب الحساسية اتجاه بعض المنتجات ومنظفات الفم زي الغرغرة ومعجون السنان وغيرها. ممكن يكون بسبب التدخين، بيسبب اضطراب في الغدد اللعابية في الفم وبيسبب تشقق في اللسان. طيب ايه هو أعراض تشقق اللسان؟ هي بتظهر عادي جدا، انت ممكن تشوفيها لنفسك، اللي هو ظهور شقوق على سطح اللسان، وفي كمان حرقان في اللسان وتغير في ملمسه، وتغير لون سطح اللسان بشكل ملحوظ، وألم في اللسان نتيجة إصابته بالالتهابات، لأن أحيانا الشقوق دي بينمو فطريات عليها وبتسبب التهاب، أو شعور بالحكة في اللسان. طيب هنتكلم على علاج تشققات اللسان. أول علاج السوائل. تناول السوائل شيء مهم جدا، بتساعد على التقليل من تشقق اللسان، وبتساعد على ترطيبه بشكل دائم، وبتحفز إفراز اللعاب، وبيحافظ على صحة اللسان. علشان كده لازم نشرب سوائل وخاصة مية بشكل كافي خلال اليوم، وتناول الفاكهة اللي بتحتوي على نسب عالية من المية، أو الخضار برضو، أي حاجة بتحتوي على نسب مرتفعة من المية نتناولها، وكمان المشروبات العشبية زي الشاي الأخضر، والتقليل من تناول الكافيين. ولازم نهتم إن احنا نبعد عن بعض الأطعمة زي الفاكهة والخضروات الحامضية، لأنها بتسبب زيادة في نسبة الإصابة بتشقق اللسان، وكمان الأطعمة السخنة والأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الملح والتوابل، ونقلل السكر المصنع. وممكن ان احنا كمان نستخدم هلام الصبار، لان هلام الصبار بيحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، وبتساعد على التقليل من الإصابة بتشقق اللسان، وكمان بتخلصنا من الريحة الكريهة للفم، وهي بتكون عن طريق وضع كمية قليلة من هلام الصبار على اللسان ونسيبه لعدة دقائق، وبعدين نتمضمض بالمية الفترة ونكررها خلال اليوم. والوصفة دي رائعة جدا. ممكن كمان نستخدم خل التفاح. خل التفاح بيساعد على التقليل من تشقق اللسان، لأنه بيساعد على توازن درجة الحموضة في الفم والوقاية من حدوث العدوى، وده من خلال خلط معلقة كبيرة من خل التفاح مع ربع معلقة صغيرة من صودا الخبز، ونضيفهم على كوب مية، واستخدمه كنوع من أنواع غسول الفم لمدة 3 مرات في اليوم. لو الحالة ما فيهاش تحسن وبيزيد تشقق اللسان، فلازم إن احنا نتوجه للطبيب عشان نعرف السبب الرئيسي ونتجنبه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.